تشاد. نتائج التاسع في سوريا 2022 حسب رقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية السورية. اعرف نتيجتك الآن. تفصل نتائج الدورة التاسعة لسوريا 2022 بضع ساعات فقط عن إعلان نتائج الدورة التاسعة لسوريا بحسب الاسم ورقم المشاركة الذي ستعلنه وزارة التربية السورية لجميع المحافظات السوريين. أعلنت وزارة التربية والتعليم الانتهاء من أعمال التصحيح، وينتظر الطلاب حاليا نتائج الدورة التاسعة في سوريا 2022 ليتم نشرها حسب رقم الاشتراك، وسيعرف ذلك في السطور التالية في البحث بواسطة الاسم مباشرة حسب المحافظة ورقم الاشتراك، خاصة بعد إعلان وزارة التربية والتعليم السورية مباشرة. نتائج البكالوريا السورية 2022 إعلان معدلات نجاح أعلى من العام الماضي. نتائج التاسع في سوريا 2022 بعد أن أكمل العديد من الطلاب امتحانات الصف التاسع في سوريا 2022 على مستوى البكالوريا، ازداد البحث عن رابط رسمي للحصول على نتائج الصف التاسع 2022 في سوريا فور صدوره رسميا من قبل وزير التربية السوري. كانت جميع الاختبارات على مستوى الطالب العادي وتعتمد بعض الأسئلة على فهم الطلاب ومقدار المعرفة والتعليم. وأضاف وزير التربية السوري أن أعمال الضبط قد اكتملت خلال الساعات القليلة المقبلة، وسيتم إعلان نتائج الامتحان التاسع سوريا 2022 بحسب رقم الاشتراك. ينتظر طلاب الصف التاسع خلال الساعات القادمة إعلان نتائج الصف التاسع في جميع المحافظات السورية، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة التاسع سوريا عبر تطبيق وزارة التربية والتعليم، وهو التطبيق المجاني الذي يمكن تحميله عبر أي تليفون جوال بنظام الأندرويد أو نظام الآيفون. وكل ما على الطالب هو أن يدخل متجر جوجل بلاي ويكتب تطبيق وزارة التربية السورية، وسوف يظهر له التطبيق مجانا يقوم بتنزيله على الموبايل، وبعد ذلك سوف يتم نشر النتائج وكشوف الناجحين بالأسماء ورقم الاكتتاب، ويمكن وقت اعتماد النتيجة أن يستطيع الطالب الاستعلام عن نتيجته بكل سهولة. يدخل الطالب إلى محرك البحث جوجل ويكتب وزارة التربية السورية، سوف يظهر له موقع وزارة التربية السورية في أول نتيجة، يقوم بالضغط عليه مباشرة وسوف يفتح الموقع مباشرة، وفي حالة اعتماد النتيجة سيتم نشر نتائج التاسع عبر هذا الموقع، كما سيتم نشر رابط تطبيق موقع وزارة التربية السورية ليتم تحميل النتائج. رابط وزارة التربية السورية. وزارة التربية والتعليم السورية ستكشف عن نتائج امتحانات الصفين الابتدائي أو التاسع والتعليم الإعدادي. بعد الانتهاء من أعمال التصحيح، سيتم تفعيل رابط إلكتروني لمساعدة الطلاب في الحصول على النتائج مباشرة بالاسم ورقم الاشتراك لجميع المحافظات، والتي تشمل دمشق وحمص وحماة وحلب وإدلب والرقة ودير الزور والحسكة واللاذقية ودرع. خطوات الاستعلام عن نتائج التاسع 2022 في سوريا. الخطوة الأولى هي الذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم السورية move.gov.sy. الخطوة الثانية هي تحديد كود بوابة نتيجة الاختبار. والخطوة الثالثة هي تحديد نتائج التاسع في سوريا 2022. والخطوة الرابعة هي كتابة رقم الاشتراك والمحافظة التي ينتمي إليها. الخطوة الخامسة انقر فوق عرض النتيجة.